في يوليو 2023 سافر هنري كيسينجر من واشنطن إلى بكين، قطع 16,618 كيلومترا داخل طائرة في رحلة تستغرق نحو 15 ساعة. في ذلك اليوم كان عمر هنري كيسينجر، صدق أو لا تصدق، يزيد عن 100 سنة. بالقطع معجزة بشرية أن يسافر رجلا في هذا العمر ويهبط سالما، لكن معجزة كيسينجر الحقيقية أنه استطاع بدهاء تغيير النظام الدولي أكثر من مرة. مرة في الشرق الأوسط حين أقنع مصر وإسرائيل بالتفاوض بعد حرب أكتوبر، ومرة بإقناع السعوديين بتسعير النفط بالدولار مقابل الحماية في مواجهة إيران، ومرة بمد جسور الاستثمار الأمريكي نحو الصين إذا ما أعطت ظهرها للاتحاد السوفيتي. لذلك لم يكن غريبا أن ينشر كتابا جديدا عن النظام العالمي في كل مرة يغير فيها هذا النظام.